اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد كمثل غيث أعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون حطاما وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. أختاه، اعلمي أن الدنيا ولت مدبرة وأن الآخرة ترحلت مقبلة، ولكل منهما بنون، فكوني من أبناء الآخرة ولا تكوني من أبناء الدنيا، فإن اليوم عمل ولا حساب، وغدا حساب ولا عمل. واعلمي أن الدنيا دار نفاد لا دار إخلاف، ودار سفر لا دار مقر، ودار عبور لا دار حبور، ودار صرام لا دار دوام. فأعدي للسؤال جوابا، وأعدي للجواب صوابا. واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. انظري هناك إلى المدى البعيد وإلى الماضي التليد والعهد الغابر، كيف كنت من قبل وماذا ستكونين من بعد؟ وانظري إلى من حولك نظرة تأمل، كم من إنسان يبحث عن معنى السعادة، وكل يخترع أسلوبا يرى أنه مناسب له ليصل إلى الغاية المنشودة التي يبحث عنها وهي السعادة. فالبعض يظنها عن طريق المعاصي، والبعض يراها في التبرج، والبعض يراها في الانسلاخ من مبادئ الإسلام، والبعض يراها في السير على طريق الله المستقيم، طريق الهداية. وهذا هو الذي وصل. لماذا كل هذه الحيرة؟ لماذا الهروب من الفطرة؟ لماذا الرحيل عن المرفأ الآمن الذي فيه السلامة؟ أختاه، الطريق واضح، وليس يصح في الأذهان شيء إذا احتاج النهار إلى دليل. الحق واحد لا يتعدد. فالمرأة التي انسلخت من فطرتها وخلعت جلباب حيائها وثوب عفتها، لا شك أنها على شفا هلكة إن لم تكن قد هلكت. فما هو الحل الصحيح؟ وما هو المنجى والمخلص من الوقوع في الهاوية؟ لا شك أنه الرجوع إلى الله. لذلك يعز علينا أخيتي الكريمة أن نرى أختا لنا على خطأ، ولا نحاول أن نصحح لها المسار. فنحن نريد للضالة الهداية، ونريد للحيرانة الدلالة على الطريق الصحيح السوي الذي تنال فيه مرضاة الله ومحبته. أختاه، هذه المرأة التي نريد أن تكون عارفة مضيعة لأمر الله، لا تساوي بأمر الله أمر أي أحد كان، امرأة ملتزمة مهتدية تحب الله ورسوله، امرأة تعتز بلباسها الإسلامي المحتشم الذي يسترها فلا يظهر منها شيء حتى لا تكون فريسة لأهل المكر والكيد الذين يتربصون بالمسلمين الدوائر. أخيتي، بصراحة، من هي أكثر احتراما في عيون الناس؟ أهي المرأة المتسترة المحتشمة الملتزمة المطيعة، أم هي المرأة المتبرجة التي كشفت وجهها وجملت، أو كشفت شعرها وساقيها وراحت تدور في الحفلات وأماكن اللهو والسهرات؟ لا تهربي من الإجابة. من هي الأفضل؟ من هي الأولى بالاحترام والتقدير؟ من هي المرأة التي نتأمل منها بناء الأجيال؟ أتلك المرأة المطيعة الملتزمة الغيورة على دين الله، أم المرأة التي أصبحت جسدا للتأمل والنظر بلا حياء
ولا غيره. أخيتي، نظرة بعيدة إلى ما بعد الموت. تخيلي إذا كنت تحت هذه الجنادل وحيدة، لا أم معك ولا أب ولا قريب ولا بعيد، كيف سيكون الموقف؟ ومن هو صاحبك في ذلك القبر؟ إن صاحبك هو عملك، فإن كان صالحا فبشرى لك، وإن كان سيئا فيا حسرتاه. تخيل ذلك القبر الذي يفصلك عن الناس وعن العالم أجمع. تخيل الحفرة الصغيرة، تخيلي كيف يغلق عليك ذلك القبر. هل سيكون معك عمل صالح فيفرج الله عنك، أو سيكون معك عمل سوء فيضيق عليك قبرك؟ اسألي نفسك دائما كيف النجاة. كلها أيام وإن طالت، فوالله ستمر كلمح البصر، ثم بعد ذلك سنرحل الرحلة التي لا بد منها. كل نفس ذائقة الموت، وإنما توفون أجوركم يوم القيامة، فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز، وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. فاعملي أنك إذا بعثت أن يكون معك العمل الصالح الذي ينجيك إذا وقفت بين يدي الله. أخيتي، مع أي الفريقين تريدين أن تكوني يوم يكون فريق في الجنة وفريق في السعير؟ اعملي على أن تكوني مع الفريق الناجي من العذاب، وإياك أن يستدرجك الشيطان فتعملي بعمل أهل النار، فوالله إن أجسادنا على عذاب الله لا تقوى، بل نحن أضعف من أن نتحمل أهون عذاب الدنيا، فكيف بعذاب ملك الملوك وجبار الجبابرة؟ أخيتي، هذا الطريق لا تخدعي بسنى البريق، كم سابح أمسى غريق في ظلمة البحر العميق. أخيتي، قبل الرحيل عودي إلى الرب الجليل، من غفلة النوم الطويل لا بد يوما نستفيق. سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها كعرض السماء والأرض، أعدت للذين آمنوا بالله ورسله، ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء، والله ذو الفضل العظيم.